اهلا وسهلا، لاباس عليكم؟ كي دايرين اليوم؟ جيت بغيت ندير العشاء وقلت غادي نديكم معايا الكوزينه. الصراحه بغيت ندير واحد الحريره اليوم، الحريره القرعه الحمراء. هي الصراحه هاد الحريره القرعه الحمراء كدير عندنا بزاف في الخريف، ولكن بما ان الجو برا بارد والشتاء قلت علاش لا نديرها حتى دابا، ماشي مشكل. وهي شريت قرعه كبيره والنص درت بيه الحريره والنص درت بيه الخبز ديال القرعه. هذا الخبز ني اللي كيرافق هذه الحريره. وبلا ما نطول الهضره، غادي ندوز معكم المقادير. الصراحه المقادير كاينين في اي دار، ما صعبش، ممكن تشريو غير القرعه صافي، هادشي ليك. يلا خليكم معايا ونتلاقاو في الكوزينه، فرجه ممتعه. بالنسبه للخبز ديال القرعه، عندي 450 غرام ديال الطحين، 50 غرام ديال طحين ديال الذرة، عندي 25 غرام ديال الزريعة، سكينجبير فريش، شوية ديال الملحة، شوية ديال الخميرة معجونة، جوج معلقات ديال زيت البلدية، 125 غرام ديال الماء، 125 غرام مليليتر ديال الماء عفوا. وعندي هنايا 250 غرام ديال القرعة، وغادي نوريكم الطريقة كي غادي ندير لها. أول حاجة كندير كنهز ديك الزريعة ديال القرعة، كنقليها واحد شويه، كنقطع ديك القرعه، هذاك الراس تنخليه باش نديكوري به في التالي. كنقطع ديك القرعه من الوسط وكنديرها باش ندخلها للفران حتى نشويها في الفران هكا. فاش تنخرجها كنخليها هكا واحد نص ساعه حتى 45 دقيقه. هانتوما كتشوفوا راه خرجات، راه طايبه. وكنشدها نطحنها، كندير لها نردها بوري. ودابا كندوز للعجينه ديالي، كندير الطحين، الخميره، كندير شويه ديال الملحه، وكنزيد هانتوما كما كتشوفوا الملحه، كندير ديك الزريعه ديال القرعه، والزريعه الاخرى كنخليها باش نديكوري بها. وكنخوط كلشي وكنزيد الماء وكنبقى ندلك، وكنزيد ديك القرعه من الفوق اللي طحنت. وكما كتشوفوا دابا كنحك شويه ديال سكينجبير خضر فريش، وتنبدا ندلك 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 مزيان هانتوما كتشوفوا حتى تنسالي. باش تنسالي تندير انا غير خبزه وحده، كاين اللي بغى يدير خبزات صغار، اللي بغى يدير كل واحد وكي بغى يدير. كنخليها تخمر واحد 20 دقيقة حتى تتخمر مزيان، وتنجبدها هانتوما كتشوفوا راه خمرات مزيان. كنهز داك الرويز ديال القرعة كنحطو الفوق، كنديكوري بيه المهم. كنقطعها، كنقطع بالموس، كندور على الخبيزة كلها حتى تنقطعها بالموس. وكنهز ديك الزريعة ديال القرعة وكنبقى نبت الخبز كله بالقرعة حتى تنسالي. أو كندهنها بواحد شوية ديال الزيت.